مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وأزكى الصلاة وأطيب السلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا وضياء بصائرنا وأبصارنا مولانا وقدوتنا رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين سفن النجاة الهداة المهديين واللعنة الدائمة على من ناصبهم العداء وحاربهم صاداً عن سبيل الله بغياً أن ينذر الله من فضله على من يشاء من عباده. أجدني مسروراً جداً أن أقف أمام هذه الوجوه الطيبة الذي أرى فيها وفي قسماتها بشائر الخير والحماسة للدين والاهتمام بأمر المؤمنين. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وتشرفت بأن ألقي على مسامعكم حول المحاور التي حددت في الندوة، وكان المحور الأول الذي سأبتدئ به حول حركة أنصار الله النشأة والتكوين. ولا بد لمعرفة نشأة هذه الحركة أن نعرف الواقع الذي عاشه اليمن في العقود الثلاثة الماضية أو الأربعة الماضية، وأنتم في غنى عن أشرح لكم موقع اليمن بالنسبة للجزيرة العربية وأهميتها، لأنه من الواضح ومعروف لدى الجميع اليمن هي المفتاح الجنوبي للجزيرة العربية، ورجالها رجال أولي بأس شديد، وهو شعب مسلح وتمرس على الحروب وخاض أكثر من حروب مع أكثر من قومية مستعمرة أو جهة مستعمرة دولية، كالبريطانيين إلى العثمانيين إلى غيرهم. لكن اليمن تعرض في الأربع العقود الماضية لاستعمار من نوع آخر، تمثل هذا الاستعمار في فكر خبيث حددت أو كان له ميزانية كبيرة جدا من آبار النفط في مملكة آل سعود، وقد ركز هذا الفكر على أهم الأماكن في اليمن التي انتشر فيها فكر محبة أهل البيت عليهم صلوات الله، وكانت مدارسه تتركز في هذه الأماكن كصعدة وحجة وصنعاء وذمار وحضرموت أيضا وتعز وغيرها. ولقد كان لهذا النشاط التكفيري الذي غذاه قرن الشيطان بالمال أن توجه لاكتساح اليمن بشكل كامل في ظل دولة خلفها الاستعمار البريطاني
في جزء من اليمن وهو الجزء الجنوبي من اليمن. أما بالنسبة للجزء الشمالي من اليمن فقد كان لحركة ما سميت بالإخوان المسلمين في فترة الأربعينيات كانت هي السلاح الذي فتت به عضد اليمن من خلال استهداف لكل القيادات الوطنية التي كانت تسيطر على مجالين الحكم في اليمن كالإمام يحيى حميد الدين والإمام أحمد حميد الدين وأغلبهم اغتيلوا. وبعد اغتيالهم نشأت دولة وكان هناك مخاض وصراع بين المصريين واليمنيين أو بين الناصرين أتباع جمال عبد الناصر وأتباع آل سعود. كان هذا الصراع في أوج احتدامه في عام 67 نتج عنه تصفية كثير من القيادات الوطنية في اليمن وتغييب كثير من الاتفاقيات والمعاهدات التي كانت قد وقعت في ظل الحكومة أو الدولة المتوكلية التي كان يتزعمها آل حميد الدين. بعد تصفية هذه القيادات ظهرت طلائع العمالة وتمكنت من السيطرة على مجاليد الحكم. طلائع العمالة أنا أقصد بها هنا أفراد كانوا يعني على مكانة ومقربة من آل سعود من حكام آل سعود وأمدوا بالمال وكانت وظيفتهم الأساسية في اليمن أن يسيطروا على مجاليد الحكم وأن يكونوا مراكز نفوذ من خلالها تسيطر أو أسرة آل سعود تسيطر على حكم اليمن وتسيطر على جميع ثرواته. ومن خلال هذه المراكز مراكز النفوذ الذي صنعتها آل سعود وربتها احتل اليمن لمدة 40 سنة تقريبا احتلال كامل بكل ما تعني الكلمة من معنى بكل ما بالكلمة من معنى. في الجانب الفكري فتحت المعاهد والمراكز التي مناهجها 100% مناهج تكفيرية وهابية خبيثة. وفي الجانب الاقتصادي وقعت اتفاقيات في الخفاء على أنه لا تقوم أي حكومة يمنية بالتنقيب عن الثروات في اليمن سواء كانت الثروات النفطية والمعادن وغيرها إلا بالتنسيق أو عبر أسرة آل سعود. وفي الجانب السياسي أيضا كان لآل سعود الدور البارز في أن يبدو مجموعة من الأشخاص يعني على رقعة الشطرنج وتبقى هذه العناصر هي العناصر التي دائما تدير بها الحكم في اليمن لا تتغير ولا يستطيع أحد أن يسقطها. في المؤسسة العسكرية ووفق استراتيجيات استعمارية خبيثة صهيونية كان لآل سعود أن تستولي على أهم المناصب العسكرية في الدولة وتتمركز فيها هذه القيادات العميلة لآل سعود. هكذا كان الوضع في اليمن حين بدأ السيد حسين بالتحرك.
كان هناك طبعا ديمقراطية خاصة بعد عام 90 أو في عام 90 كان في اتفاقية الوحدة أن تكون هناك حرية وديمقراطية ورأي برأي آخر وتشكل أحزاب سياسية وتكون هي شريكة في الحكم وهي التي تنتخب وتشكل الحكومة التي تريد. كان السيد حسين في تلك الفترة في عنفوان الشباب وكان عنده نشاط كبير جدا وحماسة أن يغير الواقع. خاض التجربة السياسية في أكثر من حزب ومنها على سبيل المثال في حزب الحق الأمانة العامة لحزب الحق وحاول أن يحرك هذا الحزب وعبر هذا الحزب أن يتبنى هموم الشعب وأن يسقط منظومات الفساد الموجودة في المجتمع. لكنه وصل إلى مرحلة اليأس حين رأى قيادة الحزب نفسها ترتع في دواوين الحكم وتستلم الأموال من هنا وهناك إلى الداخل والخارج ثم تتربص بكل من لديه حماسة للتغيير وتحرقه أو تتخلص منه بأي طريقة. انسحب من هذا الحزب هو مجموعة من القيادات، توجه للانتخابات النيابية، حاول أن يدخل في مجلس النواب، وصل إلى مجلس النواب ولكنه بقي فردا يتحدث ويحمل هموم الوطن في ظل تكتلات سياسية وأشخاص يعملون وفق استراتيجيات حزبية تخدم قوى في الداخل أو في الخارج. وكان له مواقف مشهودة جدا كالوقوف ضد حرب صيف 94 التي استهدف فيها أبناء الجنوب بشكل كامل وكان فيها تنكر لاتفاقية الوحدة وكان فيها هضم كبير جدا للجنوب. هذا الموقف هو ما جعله يتحمل أعباء محاربة النظام وملاحقته لفترة زمنية، هو وباقي أسرة بدر الدين الحوثي، سيد المجاهد بدر الدين الحوثي رحمة الله عليه. أيضا كان هناك موقف مشرف للسيد حسين بدر الدين الحوثي وجنب اليمن حربا كانت ستعصف بها وبدولة مجاورة هي إريتريا في فترة نشوء هذه الدولة، دولة إريتريا. وكان هناك جزر في الحدود بين اليمن وإريتريا تسمى بخبيب حنيش وكان هناك دعوات لإشعال حرب. الدعوات كانت تتبناها قوى الفساد في اليمن، قوى الارتهاب والعمالة لآل سعود. أما الرأي والفكرة الذي جاء بها وهي فكرة حكيمة جدا لقد جنبت اليمن هذه الحرب وهي الجمع كل الوثائق التي تثبت تابعية الخبير حنيش للدولة اليمنية منذ أكثر من 600 سنة أو 700 سنة ومن خلال هذه الوثائق استطاع أن يسكت الرأي الدولي الذي له الدور البارز والأكبر في إشعال أي حرب. السيد حسين ظل يتنقل بهذا الشكل، خرج من مجلس النواب وهو أيضا يرى أنه لم يحقق شيء. علي عبد الله صالح كان في فترة حكمه، فترة التسعينات من القرن الماضي،
وكان يتلاعب بالقوى السياسية، يصنع قوة ويخمد قوة ويضرب هذا بهذا ويصنع تحالفات بالداخل بهذا الشكل. فكان أنا متوجه علي عبد الله صالح لدعم مجموعة باسم حركة زيدية تمثل الفكر الزيدي أو المذهب الزيدي. هذه الحركة كان لها اسم الشباب المؤمن. الشباب المؤمن كتنظيم رفع شعارات تنظيم بهذا الشكل، وكان يتبنى فتح مراكز صيفية في مختلف مناطق اليمن، ويستقطب أبرز المتعلمين من شباب الزيدية ومن علماء ويؤطرهم في هذا التنظيم. ومن خلال هذه المراكز أراد علي عبد الله صالح أن يحتويها ضمن حزب سياسي أو توجه سياسي ويضرب بها حزب سياسي آخر. في هذه الفترة برز السيد حسين بدر الدين الحوثي ليستغل هذه الفرصة ويوجهها في اتجاه آخر، يوجه هذا التنظيم ليس من داخله وليس باعتباره عضوا فيه وإنما من خارجه ومن خلال استهداف القيادات في هذا التنظيم وإلقاء محاضرات توعوية تحت عنوان من هدي القرآن الكريم وبعناوين شتى. العنوان العام من هدي القرآن الكريم، دروس قرآنية. هذه الدروس القرآنية كانت أساسا لتكون حركة أنصار الله، أساسا لانطلاقها، وأيضا كان للسيد حسين بدر الدين الحوثي تأثر واستفادة من التجارب السابقة التي مر بها صفته أيضا. وكان في فترة حرب الدفاع المقدس بين إيران والعراق كان من أكثر الشباب تحمسا لأن يذهب للجهاد، ليس مع صدام حسين إنما الجهاد مع الثورة الإسلامية. ووصل إلى إيران وطلب أن يسلحوه ويذهب إلى الجبهة ولم يسمح له، ونتيجة لتأثره بهذا الفكر الثوري وأنه اعتكف على الثقافة القرآنية وعلى أن يتحرك بحركة القرآن فيربي، وهذا هو ما كان ينطلق على أساس أن يربي جيلا مؤمنا ينطلق من القرآن الكريم كثقافة وأساس لتحرك، وهو في أساس الأمر هو من بيئة زيدية وهو من المذهب الزيدي وابن علم من أعلام الزيدية. والزيدية هي تنتمي إلى الإمام زيد الذي سمي بحديث القرآن، لكن أصبحت زيدية تقليدية في الفترة الأخيرة وبعيدة عن القرآن. وهذا ما هاجمه السيد حسين بدر الدين الحوثي، أن تحول الفكر الزيدي إلى أن أصبح حركة فقهية بعيدة عن السياسة بشكل كامل وليس لها دور في تغيير واقع المجتمع. وأيضا أن هناك قواعد مهمة جدا ابتنى عليها الفكر الزيدي التقليدي المتأخر، مثل قاعدة الإمامة عند الزيدية التي تعتمد على 14 شرط. هذه ال 14 شرط إذا توفرت في شخص وخرج أصبح إمام. وهذا مما انتقده السيد حسين بدر الدين الحوثي، وكان في منهجه أن خاطر الزيدية بهذا الشكل. قال: من أين جئتم بهذه ال 14 شرط؟ هل أتيتم بها من القرآن الكريم أم من وصايا رسول الله؟ هذه ال 14 شرط، الأربعة عشر شرطا
أنتم من أتيتم بها كبشر قاعدة بشرية بإمام، لكن الله سبحانه وتعالى يقول إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه كان خطابه مع الزيدية بهذا الشكل، إني جاعل في الأرض خليفة. فالخلافة هي الجعل، اصطفائها، وليس بشروط أنتم تنظرون من تتوفر في هذه الشروط فيصبح إماما. لعل هذه القاعدة هي أكبر نقطة ضعف، أو ليس نقطة ضعف، إنما عنصر استغله علي عبد الله صالح في محاربته لحسين بدر الدين الحوثي، أو الحركة أنصار الله في بداية نشأتها وتكوينها، من خلال المذهب الزيدي ورموز المذهب الزيدي في صنعاء وفي صالح وجمعهم وحاول أن يصدروا بيان لإدانة حسين بدر الدين الحوثي بصفته خرج عن الزيدية وخرج عن فكر الزيدي وأنه 12 بهذا الشكل. وأيضا العامل الآخر أو الهجمة الشرسة ضد حركة انصار الله في نشأتها كانت بسبب أن رفع هذا الشعار الذي أفشل المخطط الذي كان يريده علي عبد الله صالح أن يضرب بهذه الحركة حركة أخرى، حزب الإصلاح. فكان انطلق بهذا الشعار ورفع في المساجد اليمنية، رفعه أتباع هذه الحركة الذي كان يمولها علي عبد الله صالح، رفعها هؤلاء الذين كانوا يحضرون هذه المحاضرات والدروس عند سيد حسين بدر الدين. الشعار الذي هو الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لعلها كعصا موسى التي أفسدت سحر فرعون. بعد أن رفع هذا الشعار في أغلب المساجد ذات الأهمية في اليمن، ومنها مسجد الإمام الهادي في صعدة في مدينة صعدة، والجامع الكبير في صنعاء التي لها ارتباط بالإمام علي وببعض أئمة الزيدية، وأيضا هذا الشعار أثار استنفار دولي. السفير الأمريكي من أول أسبوع رفع فيه الشعار بدأ يتحرك في كل الأماكن وإلى كل المشايخ في اليمن، وبدأ بالنزول إلى أسواق السلاح ليشتري السلاح بأسعار باهظة حتى لا يتواجد في السوق اليمني، لأن بعد الشعار هذا وكما كان يتوقع الأمريكيين أن يكون بعد هذا الشعار تعبئة وتسليح استعداد للمعركة مع أمريكا، تقول الموت لأمريكا إذا حضر أداة الموت، استعد للحرب. فخرج السفير الأمريكي وبدأ يشتري السلاح من كل الأسواق اليمنية، وبدأ يتحرك مع كل المشايخ في اليمن، وبدأ يتحرك مع الحكومة اليمنية في دعم مكافحة الإرهاب، وأسست أجهزة استخباراتية في نفس الفترة كجهاز مكافحة الإرهاب تحت مسمى مكافحة الإرهاب، وهو جهاز أمريكي أساسا، وقدم الدعم لأن تشن أول حرب على اليمن. علي عبد الله صالح كان يستغل هذا الخطر الذي يدعيه البعبع الذي يخيف به أمريكا وغيرها، ويستغلها في أن يأخذ دعما ماديا ليشن حروب في اليمن. بينما آل سعود كانت لا تزال تعمل في اليمن عبر
مراكز نفوذها التي كانت متوحدة في تلك الفترة، علي عبد الله صالح وعلي محسن وحميد الأحمر وأبناء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وهؤلاء كانوا كلهم يعتبروا جبهة من العملاء لآل سعود. تحرك هذه المنظومة بشكل كامل بدعم أمريكي ودعم من آل سعود لإشعال أول حرب في مرام التي استمرت قرابة 3 أشهر، مع أن الإخوة المجاهدين لم يكونوا رفعوا سلاحا ولم يكونوا قتلوا أحدا ولا اعتدوا، فقط رفعوا هذا الشعار وبدأوا بنشر هذه المنظومة. كانت هذه الحرب موجبة للمارد الزيدي في اليمن، لم تكن هذه الحرب حرب مدروسة ومعروفة ونتائجها مضمونة من البداية، لأن الشباب الزيدي كان في حالة توهان، في حالة بحث عن تحرك للتغيير، وهذه الحرب جعلت هذا الشباب يلتفت لماذا؟ ايش علت هذه الحرب؟ ما السبب؟ كانوا في الحرب الاولى انصار الله تقريبا 165 مقاتل بالكامل، 165 فرد اجتمعوا في جبل، حوصر هذا الجبل، بقي منهم بعض الاشخاص خارج هذا الجبل. بعد الحرب الاولى جاء صلح وحصل صلح، الحرب الأولى طبعا استشهد فيها السيد حسين بدر الدين الحوثي رحمه الله، وبعدها صلح، وبعد الصلح جاءت الحرب الثانية، بعد الحرب الثانية أطلق المعتقلين ووقع اتفاق صلح، بعد الحرب الثالثة بعدها قامت حرب ثالثة، بعد الحرب الثالثة حرب رابعة ومعتقلين، بعدها تدخلت بوساطة لإنهاء الحرب بعد أن بدأت تخرج إلى تحول إلى قضية إقليمية وقضية عالمية، تدولت القضية أصبحت دولية، وهذا ما استدعى تدخل قطر لمنع أي تحرك في الداخل يعارض هذه الحرب ولاستباق أي موقف خارجي للإصلاح حتى يكون لها دور وتلعب بهذه التراكم. لم يتم الالتزام بهذه الاتفاقيه القطريه من جانب السلطه، مع ان انصار الله تقريبا بعد الحرب الرابعه وفقا للاتفاقيه نزلوا من جميع الجبال اللي كانوا سيطروا عليها وكان فيها معسكرات للدوله وسلموا، ولكن الدولة لم تطلق المعتقلين واستغلت هذه الفرصة لأن تعود للتمركز وتحاصر المجاهدين في كل مكان وتحاول القضاء عليهم، فكانت النتائج عكسية تماما، بالعكس بدل أن يكون أنصار الله محصورين في مدينة ضحيان وفي مطرة خرج أنصار الله وتبددوا إلى أن وصلوا إلى حرب سفيان وإلى أجزاء من محافظة عمران وأجزاء من محافظة حجة وأجزاء من محافظة الجو. اضطر الجانب الحكومي والجانب علي عبد الله صالح إلى الاستسلام وإعادة الاتفاقية القطرية على أساس الالتزام بها، وتوقفت الحرب أشهر بسيطة وجاءت الحرب الخامسة. في الحرب الخامسة كانت قد فقدت الثقة بين أطراف مراكز النفوذ التي تخدم آل سعود وتنفذ أجندتها، الثقة كانت بدأت تتخلخل وتضعف، شكوك
في جدية علي عبد الله صالح في الحرب وشكوك في أن علي محسن، بل هذا مؤكد يعني أن علي محسن كان يريد اللعب بهذه التناقضات وأن يكون هو المصدر السلطة والرجل الأول في الدولة. مما اضطر آل سعود إلى أن تبحث عن بديل ليخوض هذه الحرب، وكان البديل هنا أن بدأوا بالتحريك لتشكيل لتشكيل جيش شعبي، جيش من ميليشيات شعبية من مختلف القبائل اليمنية وعلى عقيدة معينة تكفيرية، وتكفلت أسرة آل سعود بتمويل هذا الجيش وتسليحه وليخوض الحرب ويطهر اليمن من الحوثيين كما يقولون. لم يعملوا اعتبارا للشعب اليمني انه شعب اصيل ومحب لاهل البيت، شعب ثقافه الولاء هي جزء اساسي من فكره ومن معتقده، ومهما طغى هذا الفكر التكفيري هو يكون مثل الغبار الذي يركب شيء ثم يزول ريح بسيطة وتزيل هذا الغبار ويعود إلى أصله. ولم يعمل اعتبارا للمذهب الزيدي كمذهب أصيل يحتل رقعة جغرافية كبيرة من اليمن، وهذا ما جعلهم يتصورون أنهم خلاص اليمن بيدهم وأصبحت اليمن تحمل فكرة بنسبة 80% تحمل الفكر التكفيري، واعتقدوا أنها لن تخرج، سيظلون هم مسيطرين على مقاليد الحكم في اليمن وعلى كل مجريات الأحداث والمتغيرات. لكن وفي فترة تشكيل هذا الجيش الشعبي وبمجرد الإعلان عنه كجيش شعبي ميليشيا تكفيرية قوامه 30,000 مقاتل، وبالتزامن مع تأسيس هيئة تحت مسمى هيئة الفضيلة على غرار أو مشابهة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دولة أو في حكومة آل سعود، وأرادوا أن تكون في اليمن بهذا الشكل هيئة الفضيلة كما يسمونها. هذه الهيئة جمعوا فيها كل خطباء المساجد الذين كانوا يتلقون أموالا من آل سعود، وكل المشايخ والشخصيات التي احتضنوها، وبلغوا في تأسيس هذه الهيئة قرابة 7,000 شيخ، وتجاهلوا علي عبد الله صالح وذهبوا إلى اليمن وأسسوا هذه الهيئة والجيش الشعبي. وهنا دخل الخلاف وبدأ الخلاف مع توسع أنصار الله ووصولهم إلى صنعاء بشكل منظم وكفكر وحركة وملازم وثقافة، وصلوا إلى صنعاء ووصلوا إلى دمار ووصلوا إلى تعز وإلى إب وإلى غيرها من المحافظات كحجة والجوف وعمران. وفي هذا في يوم الإعلان عن تشكيل جيش الشعبية والميليشيا الشعبية وهيئة الفضيلة كما يسمونها، أعلن علي عبد الله صالح أنها انتهت الحرب الخامسة ولن تعود، أنها انتهت الحرب في صعدة ولن تعود إلى الأبد. هذا كان كالكابوس
علي مسل الأحمر وحميد الأحمر وأخوته وباقي المكونات التي كانت في مواجهة علي عبد الله صالح، بدأ يدخل الشكوك بينهم. توقفت الحرب الخامسة. في الحرب السادسة كان على علي عبد الله صالح أن يقدم قربان جديد ليضمن تفاعل المجتمع الدولي معه في إشعال الحرب السادسة، وكان هروبا من مأزق دستوري وقع فيه وهو تأجيل الانتخابات النيابية والخلاف مع اللقاء المشترك حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والانتخابات النيابية وغيرها من ذلك. حاول الهروب من هذا المأزق وأراد أن يكون الهروب من هذا المأزق بأن يشعل حرب سادسة ويستدعي تعاطف المجتمع الدولي ليحرح تفكيره أو توجه المجتمع ككل إلى التركيز على المأزق الذي وقع في المأزق الدستوري. وصعدت في هذه الحرب اللهجة الأكثر خباثة وهي المخططات الإيرانية والفكر الاثنا عشري في المنطقة والتوسع الإيراني في المنطقة والهلال الشيعي وإلى غيره، كانت تقريبا حتى متزامنة مع بعض الحملات الأمنية في البحرين والاعتقال في بداية الحرب السادسة. قامت الحرب السادسة لكنها كانت غير كل حرب، تختلف عن الحروب السابقة جميعا. هذه الحرب استطاع فيها أنصار الله أن يقتحموا أغلب المعسكرات الموجودة في صعدة وفي عمران وفي الجوف وفي حجة وفي غيرها من المحافظات، وأن يصلوا إلى أجزاء كبيرة من عمران ويقتربوا من صنعاء، وأيضا كان هناك موقف معتدل من أحزاب اللقاء المشترك مع أنها هي الأحزاب نفسها التي كانت شريكة بالحروب السابقة كحزب الإصلاح وفي الحملات التكفيرية، لكنهم للخلاف مع علي عبد الله صالح توقفوا في هذه الحرب. وبعدها بعد انتهاء هذه الحرب كان هناك أسس تحرك جديد، تحرك من نوع آخر وهو استباق للثورة الشعبية، لأنهم يلاحظون أن اليمن تسقط محافظة وأخرى مديرية وأخرى في يد أنصار الله والثوار، وأرادوا أن تكون هناك ثورة لكن هم يديرونها، هم يتحكمون بها. تحركت أحزاب اللقاء المشترك في إطار ما يسمى بمجلس الحوار الوطني، ومجلس الحوار الوطني هذا كان يتدعمه حميد الأحمر الرجل الملياردير وعميل من الطراز الأول في آل سعود مثل الحريري بالضبط. وهذا الشخص أراد أن يجمع في هذا الحوار شخصيات من الجنوب ومن الشمال ومن غيرها وكذا، ويستغل الأزمة والمأزق الدستوري بعد توقف الحرب السادسة، استغل المأزق الدستوري في أن يحرك هو الشارع، لكن الشارع كان هو متعطش للثورة فاستبق حميد الأحمر، سبق كثير من المنظمات وكثير من التحركات الشبابية نزلوا إلى الساحة للثورة، ساحة للتغيير سموها ساحة التغيير. فما كان من هذه الأحزاب، أحزاب اللقاء المشترك وغيرها والتشاور الوطني، إلا أن ركبت الموجة ونزلت إلى الساحة وجاءت
من الاجتماعات السرية والاجتماعات المغلقة مع آل سعود ومع علي عبد الله صالح وعلي بن سلاح الأحمر وغيره وكذا، جاءوا بالاتفاقية الخليجية. هذه الاتفاقية التي هي كانت استبابة لإجهاض أي ثورة خارج إطار سيطرة آل سعود، يعني حرة مستقلة بعيدة عن أدوات الاستعمار. فأرادوا أن تكون هذه المبادرة هي التي تعيد إنتاج نفس القوى الفاسدة السابقة والعملاء، ولكن بصيغة أخرى، بصيغة أن هناك أزمة سياسية وتعالوا لنتفق لنحل هذه الأزمة السياسية. طبعا المبادرة الخليجية هذه ألغت الدستور اليمني، ومن بنودها أنها تحل محل الدستور والقابل اليمني، وأنها تصبح هي الخارطة للمرحلة الانتقالية، وهي التي يحتكم إليها جميع اليمنيين في قضاياهم في الفترة الانتقالية وفي المرحلة الانتقالية. وشكلوا حكومة توافق ورئيس توافق وحددوا فترة لهذا الرئيس. استمرت وطالت هذه الفترة الانتقالية، ولكن كان هناك ثوار في الساحة سواء كانوا أنصار الله، هؤلاء الذين هم في الصدارة وهم الذين يحملون الرأي أساسا، لكن هناك أيضا مكونات أخرى حرة وخارجة عن سيطرة قوى الاستعمار. فكانت هذه القوى أسست أكثر من كيان ليكون من خلالها أكثر من كيان ليكون من خلال هذا الكيان يتوحد تتوحد جميع المكونات في الثورة الشعبية، ومنها الملتقى العام والثورية وغيرها من الأدواء. ولكن هذه القوى نفسها كانت أحيانا تميل إلى التفكير الجذري، وهذا ما كان يساهم في أن تتراجع الثورة، يكون خطوة للأمام وخطوة للخلف، يكون هناك تملل في الحركة، يكون هناك تباطؤ في الثورة. ولكن يبقى الأمل بأن يكون هناك تنسيق بشكل أكبر، وكل محاولة كانت للأسف كانت أيضا متأخرة. واستمر الثوار لمدة 4 سنوات تقريبا يمشون في مسيرات ومظاهرات وهتافات، يسقط حكومة الوفاق ويسقط المبادرة الخليجية وتسقط ولا يسقط شيء، إلى أن قرر الثوار الانتقال إلى مربع آخر، ومربع الفعل عند الساحة، ليس مربع القول ومربع المسيرات والمظاهرة. وهذا ما تبناه أنصار الله وبعض المكونات الثورية التي اجتمعت في لجنة تنظيمية سميت باللجنة التنظيمية للثورة الشعبية الإيمانية. وكانت أحداث ثورة 21 سبتمبر وهي النزول التي تمثلت بنزول الميداني لتعطيل أداء الدوائر الحكومية بشكل كامل. كان لهذا النزول أثر كبير في رفع معنويات الثوار، وكان الشعب اليمني بنسبة كبيرة جدا حتى ممن كانوا منتمين لحزب المؤتمر أو الإصلاح أو اللقاء المشترك أو كذا، كانوا قد ملوا كل الروتين السابق للثورة والتحركات السابقة. فحين جاءت هذه التحركات لفرض واقع آخر لإسكات أو لإيقاف الحكومة مثلا عند حدها بأن يعطلوا اجتماعها في يوم من الأيام، تتعطل اجتماع الحكومة ولا تستطيع أن تجتمع الحكومة ولا تقرر شيء، الثوار يملؤون الشوارع وينقفون كل هذا، كان له دور كبير في أن هزت مراكز النقود وأعاد الروح الثورية للثوار.
وأيضا كان هناك حشود من جميع المحافظات حول صنعاء للدفاع عن الثوار إذا مسهم أي أذى، لأنه كان هناك مراكز نفوذ وكان لديها مخطط لإسقاط صنعاء وإعلانها إمارة، كما كان ينشر أو يعني سمع بهذا الشيء. فكان هناك استعداد لحماية الثوار إذا ما تعرضوا لأي أذى من الميليشيات المسلحة سواء التابعة لعلي المحسن الفرقة الأولى مدرع لغيره. وهذا ما جعل المجازر التي حصلت في صنعاء حولها إلى فرصة لدك مراكز لاقتحامها لإسقاط رموزها. الفرقة الأولى مدرع كانت تعتبر هي اليد أو الذراع العسكري الأول في اليمن لآل سعود وللتكفيرية بشكل كامل. وحين اعتدت على الثوار مرة بعد أخرى وتكرر الاعتداءات هذه إلى 5 اعتداءات زحف الثوار وأسقطوها بالسلاح ودخلوا صنعاء واقتحموا صنعاء. وجاءت الأزمة الأخيرة بعد اتفاق السلم والشراكة الذي وقع مع عبد الرب منصور هادي، وأن يكون هناك تكافؤ في التمثيل في كل الدوائر الحكومية والمراكز والمكاتب التنفيذية. وهذا من الأشياء التي تنكر لها عبد الرب منصور هادي. وأيضا كان هناك خلاف حاد جدا حول الأقلمة، تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم، هذا أمر لا يمكن أن يقبل به اليمنيين. كانت هناك خيارات أخرى مطروحة للتحاور، ولكن أراد عبد ربه وبإعاجة من السفارة الأمريكية أن يمرر هذه 6 أقاليم وبالقوة، فكان تصدي من الثوار لهذا المخطط واعتقال مدير مكتب عبد الرب منصور هادي ومحاصرة عبد الرب منصور هادي. وبعدها كشفت جميع الأسرار التي كان يخبئها عبد الرب منصور هادي عن عمالته، وعن لعل الكثير منها كانت عبر مدير مكتبه وعبر قيادات من أتباعه. وبعدها استجدت تطورت الأحداث إلى أن فر عبد ربه إلى الجنوب، إلى أن جاءت المعركة مع التكفير ومع قوة التكفير، وكانت معركة جدية ومعركة حاسمة. اليمن لم يقبل ولن يقبل بوجود هذا الفكر الإجرامي فيه وعلى ترابه. وقامت معركة شعب في مواجهة إجرام دول أو قوى الاستكبار التي أرادت أن تصنعه في اليمن، أدواتها التي صنعتها في اليمن كانت آخر أنفاسها هي في الهبة الشعبية التي حدثت بعد تهجير المسجدين في صنعاء. هذا ما أغاض جميع المجتمع الدولي وأغاض آل سعود وجعلهم يقومون بهذه الحالة، لأن أياديهم أصبحت الآن تقطع، أياديهم الآن تلاحق في كل مكان وتتهاوى وتسقط. وأيضا كان هناك خوف من أن يكون الثوار والثورة التي يقودها الأحرار في اليمن هي التي تتصدر الحكم، هم لا يريدون أي قوة أن تحكم اليمن ليست خاضعة لهم، ولا يمكن أن يقبلوا بهذا الشيء. وهذا ما نراه واضحا في الحرب الكبيرة والتحشيد الذي يجري حاليا. ولعلنا وصلنا إلى الوقت المحدد لنا في المحاضرة، ولهذا أسامح أطلب منكم المسامحة على التطويل والتجاوز الوقت، و
شكرا. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشكر السيد صالح الشرفي على هذه الإقلالة السريعة التي ما بالإمكان أن تختزل في 40 دقيقة، ولكنه اجتهد في ذلك وإن شاء الله أعطى صورة واضحة في هذا المضمار. فقط نفتح باب الأسئلة والمداخلات إلى الإخوة. وزعت أوراق بالإضافة إلى المداخلات الشفوية مباشرة، إذا أحد عنده مداخلة أو سؤال مباشر يستطيع أن يدلي به. وقبل ذلك لا بأس بالتذكير بإعلانه. الإعلان الأول، غدا يوم الخميس تتواصل جلسة أسبوعية، برنامج أسبوعي، جلسة مع كتاب، ولا زال البحث في كتاب الأربعون حديثا، كتاب حديث العشق بالإضافة إلى حديث البلاء أسراره وعلاجه. طبعا الوقت ساعة في المنتدى هنا، الوقت الساعة 11 إلى أذان الظهر، ساعتين قبل أذان الظهر. هذا الإعلان الأول. الإعلان الثاني يصادف الأسبوع القادم مثل هذا اليوم ذكرى شهادة الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. يستضيف المنتدى أحد تلامذته وهو سماحة الأستاذ الشيخ سماحة الشيخ في ذهني أحد تلامذة السيد على أي حال إذا ذكرت بيجي باسمه بعدين. في مثل هذا الوقت وفي الساعة 9 مساء ليلة الخميس القادمة. باب الأسئلة والمداخلات مفتوحة للأخوة، إذا أحد عنده مداخلة يرفع يده يتفضل. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بداية أشكركم سيدنا الجليل على هذا الجهد وعلى هذا الاهتمام بالقضية التي نعتبرها قضيتنا نحن في البحرين، وأن من يقتل في اليمن هم أهلنا، وليست القضية في اليمن إلا مثال إلى الأمل، هي أمل للمستضعفين. وهذا الاهتمام الخاص بقضية اليمن عند جميع الشعوب الإسلامية بل جميع الإنسانية التي تنال الويلات من جراء السياسة السعودية في المنطقة. وبشكل عادل السؤال وسؤالين سيدنا، ما مدى سيطرة الحوثيين والثوار على المنافذ البحرية وعلى المضيق باب المندب، وإلى أي مدى يمكن أن يحافظوا على هذه المنافذ بأيديهم؟ السؤال الثاني، هم الآن يطرحون في الإعلام الصورة ليست واضحة جدا بين التحالف مع علي عبد الله صالح والحوثيين. ما هي النسبة التي يمثلها الحوثيون والنسبة التي يمثلها شارع وجماهير علي عبد الله صالح، وإلى أي مدى يمكن أن يبقى التماسك بين هذين الجمهورين، وهل يمكن أن تعمل السعودية على التفتيت